حلقة جديدة وحلقة إنسانية جديدة. معانا ماندو فوتوغرافر. ازيك يا ماندو؟ تمام، ازي حضرتك؟ احكي لنا ايه المشكلة اللي حصلت؟ حضرتك انا شغال فوتوغرافر بقالي 6 سنين بالظبط. تمام. خطيت نص افراح مصر. تمام. كلمتني سوسو من شهر. مين سوسو؟ سوسو دي انسه ساره. قريبتك؟ لا ما اعرفهاش خالص. ما تعرفهاش؟ بس انت لازم يبقى كفوتوغرافر يبقى في عشم، يعني لازم تاخد على عروسه. ولما انت تاخد على عروسه، العريس ياخد ايه؟ العريس بياخد على خاطره في الاول لحد ما بيشوف الصور والايديت وكده بيتبسط جدا. بس حضرتك في سوسو كلمتني. طب حضرتك انجز. حاضر، انا مع حضرتك عشان التفاصيل دي مهمه عشان الناس تحكم بما يرضي الله. بس حضرتك، فانا قلت لها عنيا لحضرتك وقلت لازم تغطي الفرح يا مندو. وفعلا الفرح كملت بامانه، انا بقول انا شفت. فانت رحت غطيته؟ رحت بقى جهزت معداتي ولنساتي وكل ادواتي ورحت رافع النيكون. ورحت ايه النيكون دي؟ دي كاميرتي النيكون. ورحت رافع النيكون وطالع على الايه الاوضه في الاوتيل، كان رقمها 3 وحايد، عمري ما انسى الرقم ده. بس حضرتك خبطت على الاوضه، دخلت لقيت بنات خالتها وقرايبها. هي بنات عاملين ايه؟ مبروك ماما. رحت ايه مدور ايه ماما ده؟ بص حضرتك، بصتهم تقديرا بس لان هم سهرانين معاها من البارح وهي متوتره. لا حقهم حقهم. لو اطلعوا بره سيبوني لوحدي، انتوا طلعتوا بره ليه؟ خشوا جوه تعالوا معايا. فقلت يعني هرمونات وبتاع، فقلت احترمهم بس تقديرا. طب انجز انا مع حضرتك اهو تقديرا لمجهودهم. قلت لهم العروسه فين؟ قالوا لي العروسه في الحمام. انا مش قليل الذوق طبعا. خبطت قبل ما دخلت الحمام، دخلت عليها الحمام، لقيت مين جوه بقى؟ جوزها. لا جوزها يوسف. لقيت مودي الميك اب ارتست ابن اللذين، كان وحشنا وكان شغال من بدري اليوم ده وبتاع. يا مودي يا ابن اللذين، عامل ايه؟ حضن ثلاثي. انتوا الثلاثه. انا كنت عايز احضن مودي بس لقيتها متوتره، فقلت ايه نكسب ثواب بالمره يعني. بس حضرتك دخلت وبتاع، ويا مودي عامل ايه؟ قعدت اتكلم انا والواد مودي شويه، فجاه لقيت واحد حضرتك ماسكني من ايه؟ جوزها. لا ده كان السكيورتي، كان في ازازه اتسرقت من الاوتيل تحت وهم بيدوروا على السرقه. انجز حضرتك. ازازه ايه؟ الموضوع ده كبر وبتاع، وفجاه بقى 12 سكيورتي في الاوضه وبقى مدير الاوتيل في الحمام. في الحمام جوه معانا في الحمام. قلت لهم انتوا بتستهبلوا ايه العبط ده؟ بعد اذنكم خشوا وقفلوا الباب عشان عايز تستحمى. رحت جاي وقلت لها ايه بعد اذنك اتفضلي كملي انت الدش بتاعك الشاور. ولقيت بقى جوزها جه يا باشمهندس. ضربك بقى؟ لا جوزها جه طرد اللي كانوا موجودين وراح جاي ايه قفل علينا الباب احنا الاربعه وبتاع، وقعد يزعق انتوا ايه، انت كل ده ما صورتش ولا صوره ليه وبتاع. قلت له بالراحه انا مش شغال عند حضرتك، ان هي مش قد المدام ولا ايه؟ وراح طارسها كده في الشاور. فضربني بقى لما لقاني، مش عشان دخلت عليها الحمام. انت تستاهل وتستاهل. امال عشان ايه ضربني؟ عشان انا ما كنتش كل ده لسه صورت ولا صوره. امال حضرتك كنت بتعمل ايه؟ انت رايح تعمل ايه؟ انا كنت ما انا لقيت مودي وكان بقالي كتير ما شفتوش. بس انا كان في نيتي ان انا عايز اروح اصور كل مشهد كل لقطه كل حسنه، بس لما لقيت مودي الصراحه اتاخرت، فهو عامل لي بمنتهى الحده، مد ايده عليا وده يعني سبب لي ازمه كبيره، كسر لي ايدي. انت تستاهل، انت راجل ابن 60 راجل ابن تستاهل 100 ضرب بالجزمه. انت راجل مش محترم.